مرحبا بحضراتكم مشاهدينا من جديد. مفيش شك طبعا ان كل يوم بنشهد مزيد من الانجازات، انجازات كتيره بتتحقق على ارض الواقع في كافه المجالات، في كثير من المجالات. ويمكن استكمال مصر لمسيره الاصلاح الاقتصادي ونجاحها في تحقيق الاصلاح الاقتصادي ده بيجعل مصر دوله يعني بكل مؤسساتها قادره على ان هي تواجه كثير من المشكلات وكثير من التحديات. ويمكن على راس هذه المشكلات مشكله محدودي الدخل او الغير قادرين من الناحيه الماديه. كلنا عارفين ان الفترة القادمة هيكون في انتخابات رئاسية جديدة، هيكون في فترة حرجة، فترة صعبة، محتاجين ان احنا نتكاتف كلنا كشعب مع بعض، محتاجين ان كل واحد ينزل يبدي برأيه، ينزل يختار الرئيس اللي هو حابب ان هو ينتخبه بكل شفافية بكل وضوح، محتاجين نوضح للعالم ان احنا عندنا حرية رأي، حرية تعبير عن الرأي، اصبحنا قادرين على اننا نختار رئيسنا بكل يعني حرية وبكل شفافية وايضا بكل شرعية. نتمنى ان شاء الله الفتره القادمه تعدي على الف خير، ولكن مهم النهارده ان احنا نتكلم عن اهم الانجازات اللي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الفتره واهميه الفتره القادمه وتحديدا مع اقتراب الانتخابات الرئاسيه القادمه. ضيفي العزيز اللي بيشرفني في هذه الفقره هو سياده اللواء وجدي عبد المنعم الخبير العسكري والاستراتيجي. اهلا بحضرتك سياده اللواء. صباح الخير. اهلا بحضرتك فندم. اهلا بك. طبعا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسه الجمهوريه واحنا بنلمس على ارض الواقع كثير من التغييرات وكثير من الانجازات والامور كتير قوي اللي غيرت في مصر في كثير من القطاعات واللي بنلمسها دلوقتي كشعب مصري، ولكن مهم ان احنا نسلط الضوء ايضا على اهميه هذه الانجازات ونعرف اكثر من حضرتك عن اهم الانجازات اللي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو طبعا انا بقول اول حاجه صباح الخير على شعب مصر العظيم اللي بيقدر يفرق ما بين الغس والغير غس، وبصبح على القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أولا السيد الرئيس تولى الرئاسة سنة 2013 وكانت مصر في حالة انهيار اقتصادي وعسكري واستراتيجي، ومصر نزلت من وضعها الاقتصادي على مستوى العالم في حالة انهيار شبه انهيار. ابتدى السيد الرئيس ان هو يخطط لوضع مصر في مكانها الاستراتيجي الفعلي والحقيقي محوريا وداخليا وخارجيا. ابتدى بمجموعة مشاريع ماشى في خطين متوازيين، الخط الاقتصادي والخط العسكري. ابتدى في الخط الاقتصادي ب 2 بليون دولار جنيه مصري، 2 تريليون جنيه مصري. ابتدى اول حاجه حضرتك ان هو عمل قناه السويس الجديده. من قناه السويس الجديده ابتدى يخطط لها مجموعه مشاريع كتيره، اللي هو مثلا شرق التفريعه بورسعيد، ومن شرق التفريعه ابتدى غرب بورسعيد، وابتدى ميناء العريش، وابتدى وادي التكنولوجيا في الاسماعيليه. في غرب القناه ابتدى خليج السويس. من خليج السويس حضرتك هنا ابتدى مجموعه المصانع الضخمه جدا اللي موجوده في خليج السويس النهارده، ومينا الادبيه ومينا السخنه. دي كلها مجموعه مشاريع ابتدت على خط منهج واحد اللي هو قناه السويس لوحدها. ابتدى حضرتك داخل سينا لازم يعمل تنميه حقيقيه وفعليه لسينا. عمل ست انفاق، شغال في ست انفاق حاليا. النفق عرضه 16 متر 80 سنتي، يعني اربع حارات حضرتك. دي هتعمل تنميه فعليه في داخل سينا. سينا كانت مهمله خلال 30 سنه اللي فاتت، فهنا هتبتدي التنميه الفعليه الحقيقيه داخل سينا. ابتدى حضرتك يعمل 77 الف وحده سكنيه في قطاع سينا، هينتهوا على العام القادم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ده طبعا لان سينا تبتدي تاخد الوضع الفعلي بتاعها. ابتدى ان شاء الله في العام القادم ان شاء الله جامعه الملك سلمان في مدينه الطور هتبتدي تشتغل. ابتدى يساعد جامعه العريش ويفتتح افرع كتير فيها. ابتدى حضرتك يخطط لمدينه طابا الجديده اللي هي هتبقى فيها 10,000 وحده و400 بيت بدوي موجود هناك. ابتدى يعمل صحاره سيرابيوم اللي هي دي دفع فيها 16 متر في الثانيه الواحده عشان يعمل تنميه فعليه هناك. ابتدى زرع 700 فدان زيتون حضرتك وسلمهم بالتنميه المجتمعيه. ابتدى حضرتك يعمل صوب
ابتدى يشتغل يأسس لطرق، ابتدى يجهز مطار المليز اي عشان يكون مطار صحيح. مدن للسياحه. ابتدى يشتغل حضرتك في شمال سيناء وجنوب سيناء، ما فيش مكان في سيناء النهارده ما فيهاش تنميه. ده بالنسبه لسيناء. بالنسبه نيجي بقى لباقي مصر حضرتك، تعالى النهارده في الصعيد حضرتك افتتاحات لسه في بني سويف، اول محمول مصر جديد، مصانع جه في مدينة النهاردة، عندنا مدن جديدة كتير في كل مكان، مشروعات الانتاج الحيواني، مشروعات الانتاج الحيواني، مشروعات المزارع السمكية. صحيح. النهاردة عمل حضرتك ايه منطقة الألوبية 11 مصنع غزل ونسيج للشباب. صحيح. اللي هو وظيفتك جنب بيتك. النهاردة عمل مدينة الانتاج الأساس في دمياط. في مدن عندنا مدن انتاجيه وشغل، عندنا كل شويه تلاقي حضرتك ميناء دمياط الجديد والتطوير اللي حصل فيه. فالنهارده مفيش مجال مكان في مصر ما طلتهوش ايد التعمير. النهارده صحيح. عندنا في العشوائيات شغال في العشوائيات على مستوى مصر بالكامل، يعني اقل حاجه في اسكندريه النهارده ثلاث مدن شغالين في اسكندريه، يعني غتر عنب واحد واثنين وثلاثه. في القاهره، في الصعيد حضرتك النهارده فيش مكان. الطرق، شبكه الطرق غير طبيعيه، عمرنا ما شفنا شبكه الطرق. ويمكن دي فعلا سياده اللواء النهضه الحقيقيه اللي احنا بنلمسها كلنا، التطور الكبير جدا اللي حصل في الطرق، وتحديدا الطرق السريعه اللي يعني الناس بتسافر عليها مسافات طويله جدا. شهدنا فعلا ان في خدمات بقت موجوده، نظافه في الطرق، في امان على هذه الطرق، كنا بنبقى مفتقدين ده، ولكن الحمد لله حصل عندنا تطور كبير جدا في قطاع الطرق بشكل عام. هو حضرتك الطرق ما يعني مش تطوره بس، ده النهارده انشا مجموعه كبيره جدا من الطرق حضرتك. طبعا يعني في طرق كتيره في كل مكان تتعمل طرق، يعني كان في، لان الطرق دي هيبقى عليها تنميه، هيبقى عليها صناعه، هيبقى عليها زراعه، ما بدون طرق مش هيبقى في تنميه في البلد بالتاكيد. واكيد ماشي. كل هذه المشروعات، كل هذه الانجازات احنا بنلمسها على ارض الواقع، في منها اللي بنلاقي مردوده دلوقتي بيتحقق، وفي اللي لسه مردوده هيبقى على الامد البعيد. أيوة. شويه، فده محتاج مننا صبر وان احنا ننتظر هذا المردود. احنا بنقول للشعب المصري ينتظر شويه، لان المردودات دي كلها هو اشتغل اربع سنين فاتوا، الاربع سنين الجايين ان شاء الله مصر هتبقى من ضمن النمور الاقتصاديه على مستوى العالم، وهنبني ثمار الاربع سنين اللي فاتوا. وفي نفس الوقت حضرتك هو شغال في مشاريع جديده. صحيح. مصر ما بتنتهيش، مصر ولاده، كل يوم مشروع، كل يوم فكره، كل يوم خبره موجوده. النهارده السيد الرئيس شغال في كل الاتجاهات، يعني ولا سايب فقير ولا سايب، يعني النهارده مشروع التكافل وكرامه. النهارده هيغطي شعب مصر الفقير، لان هو بيعمل واللي جهده واللي بيزيله بالكامل علشان الإنسان المصري الفقير. صحيح. خليني أسأل حضرتك عن المرحلة القادمة وعن الانتخابات القادمة، إلى أي مدى المرحلة القادمة تعتبر مرحلة حرجة ومرحلة محتاجة يكون في تأني، يكون في تكاتف من جميع طوائف الشعب، محتاجة مننا أن كل واحد ينزل ويبدي برأيه في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ طبعا هو المرحلة الجاية دي احنا يعني على مستوى العالم بالكامل حضرتك احنا في نوعيات من الارهاب الكتيره جدا، وبيحاولوا ان يضم تدمير مصر باي صوره من الصور. فاحنا النهارده لازم كلنا نتكاتف مع السيد الرئيس علشان نبني مصر ونحط مصر في وضعها الاستراتيجي الفعلي. الراجل ده حضرتك اشتغل شغل كتير جدا جدا جدا، مردوده النهارده وفي مردوده بعد سنين جايه، زي محطات الكهرباء. احنا كان كل يوم ما كانش عندنا كهرباء، الكهرباء كانت مقطوعه يوميا. النهارده انشا محطات كهرباء في كل مكان حضرتك. النهارده في حوالي اكثر من 18 محطه كهرباء اتنشأوا في الاربع سنين دول. محطه الضبعه النوويه النهارده دي هتغطي مصر، وهنبتدي نصدر كهرباء للعالم بالكامل، للدول المحيطه حوالين مننا. بس مردود محطه الضبعه النوويه النهارده مثلا هيظهر بعد 20 سنه، لان المحطه بتاخد 5 سنين. ففي حاجه النهارده مردودها في نفس الوقت، وهو حاجه مردودها بعد سنين. زي المزارع السمكيه دي معموله للاستثمار السريع لتشغيل الشباب.
فكل الحاجات دي تدفعنا ان احنا نبقى خلف السيد الرئيس، وان احنا ننزل ننتخبه فعلا، لان هو ده هيبقى المنقذ، لان الراجل ده شغال لصالح مصر، ما عندوش اهداف شخصيه عشان يشتغل معاها لها، انما هدفه الاساسي والشخصي هو رفع قيمه مصر ورفع من قيمه المواطن المصري. صحيح. خليني اسال حضرتك عن دور المواطن المصري في الفتره اللي جايه. يعني دايما بنتكلم ان الاصلاح وتطوير البلد والتقدم مش بس يعني دور الدوله فقط، ولكن يعني قد يكون الدور الاكبر على الدوله، ولكن دور المواطن ان هو يكون مواطن عنده وعي، عنده صبر، عنده تحمل. اي نعم احنا ممكن نكون بنمر بظروف صعبه او ظروف اقتصاديه ليست جيده الى حد ما، ولكن محتاجين يكون في تكاتف من المواطنين المصريين ودور فعال لكل مواطن انه يبدا بنفسه، ان هو اللي ينتج، هو اللي يحاول هو يطور من نفسه ويطور من ذاته، مش كل واحد يقول طب انا هستنى الاخرين، لا نبدا بنفسنا، كل واحد يبدا بنفسه الاول. هو مطلوب من المواطن المصري اولا ان هو يعني يهدى شويه ويستنى ان شاء الله باذن الله هيشوف مصر كلها خير وكلها ان شاء الله بركه. فمطلوب من المواطن المصري ان هو يبتدي بنفسه، بيبتدي بنفسه ان هو يعني لو هو مصنع يبتدي بالتصنيع بتاعه الجيد، يبتدي الموظف يمارس عمله المظبوط، يعني ما يكونش فيه اي نوع من انواع الخلل، المفروض العامل في المصنع بتاعه يبتدي انتاجه، وهكذا يبتدي التفاف كلنا حوالين القياده بتاعتنا علشان تبقى الامور ماشيه بسلاسة. إنما النهاردة لو كل واحد قال أنا ماليش دعوة، البلد هتبقى في حالة انهيار. صحيح. خلاص. إنما إحنا النهاردة كلنا في تكاتف، النهاردة إحنا في إرهاب، بنحارب الإرهاب على مستوى العالم، مصر بتحاربه بالنيابة عن العالم بالكامل. إحنا النهاردة في برضو عايزين نطلع اقتصاديا، النهاردة عشان الواحد ننجح اقتصاديا لازم الناس تشتغل وتنتج. إنما الموظف لو راح شغله ومشى وما وأنتجش خلاص يبقى في حاله انهيار كامله. يعني محتاجين سياده اللواء ان احنا نغير من ثقافتنا، ما نبقاش شعب مستهلك بقدر ان احنا نكون شعب منتج. منتج طبعا. تمام. يعني النهارده لو احنا نظرنا مثلا نظره زي الصين، دوله زي الصين هي ابتدت نهضتها معانا، في فرق كبير ما بيننا وما بينها، لان هي النهارده هم الثقافه بتاعتهم اتغيرت ان هم يكونوا منتجين. احنا ثقافتنا اتغيرت ان احنا نكون شعب مستهلك. نعم. فاحنا بنحاول أو شعب مصر يعني نتمنى إن هو يغير ثقافته من الاستهلاك للإنتاج. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا خلال تولي الرئاسه كان بيهتم جدا بفئه تحديدا وهي فئه الشباب. شفنا منتديات الشباب وشفنا منتدى شباب العالم، شفنا قد ايه الرئيس السيسي بيدعم الشباب واداهم فرصه جيده جدا للتعبير عن الراي، وان هم يطلعوا ايضا على ثقافات وخبرات كثير من شباب العالم ايضا، وايضا شباب العالم يطلعوا على خبرات الشباب المصري اللي عندهم عقول مستنيره وعندهم طاقه ايجابيه جدا حابين ان هم يستفيدوا بيها في كثير من المجالات. دور الشباب في الفترة القادمة تحديدا حضرتك شايف ازاي يجب يتم توظيفه؟ محتاجين ايه من الشباب؟ محتاجين ازاي يوظفوا الطاقة اللي عندهم دي في اشياء مفيدة تفيد البلد؟ اولا الشباب، شباب مصر ده شباب عظيم جدا، ومصر يعني هي دولة شابة، انت عندك 24 مليون شاب في مصر، فاي دولة عشان تتبنى لازم تتبنى بسوعة شباب. غير الشباب طبعا احنا كهول، يعني ما الشباب هم اللي عليهم البنى والتعمير. فالنهارده نتمنى من شباب مصر بالكامل ان هو كلهم يندرجوا تحت قطاع العمل الواحد، ويبتدي كل شاب يا اما يعمل عمل خاص بيه، وهنا في اعمال خاصه كتيره جدا جدا جدا، المصانع كلها مفتوحه حضرتك لتشغيل الشباب. في عندنا مجموعة كبيرة جدا في كل المدن والقطاعات فيها شغل للشباب، العاصمة الإدارية الجديدة فيها مجموعة شغل كبيرة جدا للشباب، المصانع بتاعت بني سويف، بتاعت اسكندرية، بتاعت القاهرة، بتاعت العاشر من رمضان، بقى مدينة بدر، في مجموعة. احنا محتاجين الطاقات دي، محتاجينها انها تشغل مصانعنا، محتاجينها انها توظف عقولها في تقوية البلد وافكارها وهكذا.
يمكن من اهم مميزات المشروعات الجديده دي ان هي فتحت فرص عمل لكتير من الشباب، قللت نسبه البطاله عندنا في مصر، بدات تستوعب طاقه يعني من الشباب ومن العمال كبيره جدا، يمكن ده كانوا مفتقدينه فيما قبل. ايوه كان مفتقدين الوظائف والاعمال ديت في الفتره اللي فاتت ديت، وخصوصا فتره من 25 يناير لغايه 2013، المرحله الانتقاليه دي اللي مرينا دي. طبعا دي كانت مرحله صعبه جدا على مصر كلها، مش على الشباب بس، دي كانت مرحله صعبه على مصر بالكامل، لغايه لما ابتدت مصر تقوم واحده واحده، وابتدت النهارده الشباب في اعمال كتيره حضرتك، حتى النهارده ما فيش سفر زي ما الناس كانت الاول بتسافر وكان بيهاجروا، النهارده الموضوع ده قل جدا. صحيح. وبقى الشباب النهارده في اعمال كتيره داخل مصر، وكله شغال النهارده الحمد لله، والوظائف كتيره، وفي نفس الوقت يمكن في نوع من المرتبات يمكن بسيطه شويه، انما بنسعى ان يكون في ان يكون الوضع احسن من كده بكتير. صحيح. وسيادة الرئيس شغال النهارده، مش سايب اي اتجاه مش شغال فيه بالتاكيد لصالح الشباب. طبعا سيادة اللواء، طبعا حضرتك يعني وسط كلامنا قلت لي ان احنا من اكبر التحديات اللي بنواجهها الارهاب. اي طبيعي. وليس فقط الارهاب المقصود به القتل وسفك الدماء، ولكن الارهاب الفكري وهو الاخطر، وهو اللي مواجهته ممكن تكون اصعب. هل احنا من فعلا هذه التحديات الارهاب الفكري اللي اصبح بيهدد عقول الشباب المصري وبدا بيسيطر على نسبة ليست بكبيرة، ولكن في نسبة موجودة بدأت تتأثر ببعض الأفكار المضللة اللي بدأت تبث للشباب المصري؟ هو طبعا الإرهاب نوعين حضرتك، الإرهاب الفكري والإرهاب البدني أو الإرهاب إحنا كدولة محيطين بالإرهاب من جميع الاتجاهات، فده القوات المسلحة كفيلة به، إنما عندنا في نوع تاني من الإرهاب الفكري اللي هو اللي احنا نتمنى بقى الكنيسه والازهر المؤسسات الدينيه، المؤسسات الدينيه هي اللي بتحارب الارهاب بجانب المؤسسات الاعلاميه. طبعا دول عليهم دور وعبء كبير جدا 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 لمحاربه الارهاب الفكري للشباب بجانب الجامعات والمدارس، فدول وبجانب الاسر، لان طبعا الاسره عليها عامل كبير جدا لمحاربه الارهاب داخل الاسره، لان من الاسره احنا داخل الاسره احنا بنخلق الارهابي او بنخلق غير الارهابي، فالاسره هي النواه الاساسيه لمحاربه الارهاب. اكيد وسائل الاعلام بشكل عام دورها الفتره اللي جايه، خصوصا من اجل الترويج للانتخابات القادمه والاعلان عن البرامج الخاصه لكل مرشح للانتخابات، حضرتك شايف دور الاعلام بقى في هذا الشان ازاي يكون الترويج بشكل ايجابي، ما يكونش فيه تضليل، ما يكونش فيه ضغط على الشعب بشيء معين، يبقى فيه حريه للتعبير عن الراي وحريه في الاختيار. انا بالنسبه للاعلام ان هو اول حاجه لازم يبين المنجزات اللي تمت خلال الفتره اللي فاتت، ويبان المنجزات الحقيقيه، ويكون الكلام صادق، عشان لما المتلقي يلاقي الكلام ده يعرف ان هو حقيقه. صحيح. هيبقى ماشي وراه، انما لما الاعلام يضلل يبقى في اكاذيب، يبقى انا كمنتخب مش هقول ده بيكذبوا عليا، مش كلام مش مظبوط. صحيح. فهنا الاعلام لازم يكون صادق في كل ما يقول، دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم تبقى الامور فيها شفافيه. النهارده 10 12 15 اللي عايز ينتخب سياده الرئيس، حق مشروع لاي شخص، حق مشروع للجميع، يعني وسياده الرئيس ما دام ينطبق عليه الشروط، ما دام بينطبق عليه الشروط ينتخب، والشعب هو اللي هيختار، يعني شعب واعي، شعب مصر واعي وهيختار بارادته. والنهارده سياده الرئيس بيقول لك انتخبتوني او ما انتخبتونيش، احنا عايزين نوري العالم ان احنا وصلنا من نوع من الشفافيه. صحيح. والثوره اللي احنا وصلنا لها لازم تنزلوا، اذا كنتوا عايزين تنتخبوني او مش عايزين تنتخبوني، انما انتوا لازم توروا للعالم بالكامل ان احنا وصلنا لمرحله مش شفافيه، وان احنا فعلا على وضع حديث ووضع جميل. يعني احنا وصلنا النهارده للمستوى علمي ومستوى ثقافي ممتازه. طيب اخيرا سياده اللواء، امنيات حضرتك لمصر في المرحله القادمه ان شاء الله؟ انا اتمنى لمصر كل خير وبهجه وسرور، ونتمنى لها انها تبقى دايما في ازدهار، وان احنا نوصل لاعلى مستوى
ان شاء الله باذن الله على المستوى. في النهايه انا بشكر حضرتك على وجودك معانا، شرفتنا ونورتنا، وبالتالي ان احنا محتاجين فعلا نكون ايد واحده الفتره القادمه، ولينا حريه الاختيار، حريه التعبير عن الراي، ولكن اهم شيء ان كل واحد يشعر ان رايه أكيد هيكون مفيد، رأيه أكيد هيكون إيجابي وهيفرق كتير جدا في الفترة القادمة. شكرا لحضرتك جزيلا سيادة اللواء وجدي عبد المنعم الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا لك يا فندم. بكده مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من ساعة صبحية، بشكركم جدا لحسن المتابعة، بشكر أيضا زميلي العزيز محمد تركي، ونلقاكم إن شاء الله على ألف خير وحلقة جديدة وساعة صبحية.